صخير عليكم عرب اليوتيوب اونفا عرب ومزاب وكل شيء. قلت لكم هذه شحال هذه شحال مخره هذه كلكو زانير عندكم واحد الحساسيه زعما كاتنيك كيما نقول حنايا تسمى راه شويه باش نقلع على القاشيره ربها الحموان راه ضربه واحده على بالكم الحر غيبرد ويحمى. قلت لكم انتم لي افريكان ملي تكون عندكم حساسيه اثنيك كيما هكا ماشي مليح على بالك نخاف منكم لا خاطرش العباد العباد اللي شتهم عامه سواء في لوروب ولا ايور عندهم حساسيه اثنيك بصح ما فيهاش مشكل زعما راك فاهم. وحنا انا العرب الله يستر ويحفظ لي افريكان ماشي العرب لي افريكان عامه انتم ثاني افريكان سي غير تدخل فيهم حساسيه تاع زعما اثنيك صاي يبغي ياكلك بها راك فاهم راك فاهم العفسه ماشي ما توليش حاجه بوزيتيف يبنوا بها تولي حاجه نيجاتيف باش يحاوسوا يدابزوا مع بعضهم بعض عليها فاهم فهمتني. اولا هذه غير دخل اونتري اون ماتير بصح ماشي هذا هو الموضوع تاع اليوم. الموضوع تاع اليوم هو واحد السيد طرح لي سؤال حل باب الحمان راح نسمش يضرب في واحد السيد طرح لي سؤال قلت لكم قال لي شتي الى الاخير احنا ولا غاديك سؤال كيما هكا طرح بون انا زعما ديت مهله تاع تفكير وتشاور كيما يقول لك في بين الثانويات وبعد صبت بلي ما نجيبش نجاوب على السؤال هذا على خاطرش السؤال هذا فيه كلي سؤال فيه غلطه جاي في السؤال نعطيك ان اكزومبل شكون اللي بعيد مسغاليم ولا معسكر قول لي شكون اللي بعيد كي تخمم فيها غادي تسب لي على حساب لا سيتوياسيون اللي راك في العالم الاجابه ماشي كيف دونك السؤال بروحه شويه جاي مخلخل كيما نقولوا حنا دونك شبغيت نقول لكم يا جماعه بون هاد السؤال اسكو سيد راه باغي راه قاصد يجي يقارن بين الجزائر وانجلترا لو كان زعما تقارن بين الجزائر وانجلترا واش نديروا 10 تاع لي فيديو نقارنوا كاين صوالح خير في الجزائر وكاين صوالح خير في انجلترا هي زعما كل شيء هي باين رانا في جوان هنايا ندير فيستا هاي لا فيستا اللي حاطها هنايا باسكو راه البرد راه نطيح وكل شيء دونك فوالا في الجزائر عندكم الحمان عندكم السمش كل شيء دونك في الجزائر لا ميتيو ما تلعبش على المغال هنايا الميتيو تجي تلعب لك على المغال راك فاهم صوالح كيما هكا صغار وكبار نجمو نقارنو بين هنا وغاديك ونصيبو بزاف صوالح بصح ما نضرش السيد كان قاصد هاد لونغ اللي في السؤال نظن السيد كان قاصد يقول اسكو بنادم تكون خير لها باش يكون في الجزائر تكون خير لها باش يكون في انجلترا بون ولا يكون في الخارج عامه كما يقول لك حنا عندنا في الجزائر العالم مقسمينها على زوج مقسمينها على ثلاثه عندنا الجزائر عندنا الخارج الخارج مقسم على زوج مقسم على البلدان تاع النصارى مقسم البلدان تاع تيرمونديس دخلوا فيها كحلين دخلوا فيها لي ازياتيك دخلوا فيها كل شيء تقريبا فهمت كيما هكا كاين 3 كاز هذا السؤال سو سيت انجل سي ديفيسيل نجاوبو عليه خاطرش علاه السيد ما نعرفهاش انايا دونك نجيبش نقولو بوغ لو كا تاعه اسكو مليح لا يقعد في الجزائر ولا يروح لاطرش غادي نجي معاكم اونيت غادي نجي معاكم فريمون اونيت الاغلبيه تاع الناس 99% تاع الناس فومي يقعدو معاهم راك فاهم سا سينيفي الا عندك إذا أنا عندك زعما شك باش تروح ولا ما تروحش انا نصيحه الاولى نديها لك ما تروحش فريمون سانسيرمون صافي 20 عام في الخارج 99% تاع الجزائر اللي شفتهم فريمون 99% ما درتش جرافيك ولا اكسل ولا حاجه كيما هكا بصح تبان لي هكا الوني غير نخمم كيما هكا ونشوف نقول لك بلي 99% تاع الجزائريين اللي شفتهم في الخارج ماشي هما يخلصوا كرههم لا السوسيال تخلصها لهم دونك لا هذه تسميها زعما ريوسيت وتسميه بلي ربح ولا ناجح ولا طالع بون معليش ارواحنا ودمر معاهم وطول تقصر يخلصوا لك كراك انت ثاني ونزيد حاجه من قلاب لي بروبليم اللي راهم هنايا على لي بروبليم ايكونوميك وكل شيء نظن بلي لو كان تجي اليوم 2012 محال يخلصوا لك كراك في لافينيغ ديجا الناس اللي راهم يخلصوا لهم دوبي لونتون غادي راهم غير ينقصوا لهم اليوم خرجت في موبايل في انجلترا قال لك كاع اللي عندها اقل من 25 عام هنايا غادي يقولوا له لادة تاع الكرا غير عايش مع والديه ولا ولادي ولا عايش في كاطون برا ولا برا راكم فاهمين دونك الى لاحظت انايا بلي 99% تاع الجزائريين عايشين في لاد سوسيال معناتها نجمو نقولوا بصفه زعما كي ندخلوا في احتمالات نقولوا
c'est que pour 99% des gens, le Jazair khir lahom, pour 99% des Algériens, il faut mieux qu'ils soient dans leur pays, ou leur pays est dans leur pays, comme c'est le cas. Le jour est bien, le jour est bien, mais le mouvement que tu vois dans le Jazair, malgré tout, مالغي تو ما يجستيفيش باش تجي الميزيريه تاع لو خاطرش ناس راهم زايدين هنا ضروا راهم زايدين هنا وكبروا هنايا ومقود عليهم غادي وين غادي تجي نتايات هي بزاف تاع الجزائريين اللي زعما كعطى نظره ماشي مليحه لا جونيس نظن هي بزاف تاع الجزائريين اللي يجي يكذبوا في الجزائر لا خاطرش غير معقد نعطي غير اكزومبل هاد السيد تقساني في الجزائر قال لي شتي اللي خير هنا ولا غالي نورمال ماشي نقولها هنايا لعبها الجزائريه زعما الجزائريه بقول لك كيما تاع تاع عنده 3 فيفا لالجيري لعبها كيما هكا شنو نقول لها نجي تمتمسو ضربت من خطه كيما نقول لها لا حنا رانا خير وانتم مقود عليكم وانا غايه ورانا منا وشي بزاف تاع الجزائريين باعوا هاد ليماج يجو جو نسي با علام على ما على باليش على هنايا باسكو جو بونس الجزائريين بوبل شويه بيزار دان كوتو تسيبهم يهضروا بزاف بربي على بالك تبع عندها 12 عام يقول لك يدير ابديت فيسبوك وقال لها اصلكم تصلوا قود غادي نضرب بصبع فاهم انا كيما هكا بصح او ميم طون عندهم العلاقه مع ربي اي او ميم طون نشوف مثلا لوطو فايته كيما هكا يشوف لوطو كيما هكا فايته هيا انت تنجم زعما تشكر تقول لها لوطو شابه هذه تنجم تعجبك شي يقول لك لا هذه لوطو هذه هذا الموديل هذا هذا من 2008 هو هذا قديمه شويه ديجا فهمت عندهم علاقه مع الماده شويه بارتيكولير عندهم علاقه فريمون كيما هكا